اثنين الان من نتحدث على اهداف المعارضه، انا هذا المعارض اللي يطلع لي يهوس بالتلفزيون ويطلع لي جامع مجموعه من الاجساد النتنه هذه الاشكال المتطرفه ويهدد ويتوعد العراقيين باني قادم الى كربلاء النجسه واني قادم الى ما اعرف الشيعه وما هذه التفاصيل ويمزق رايه ابو الفضل عباس الامام الحسين ويتوعد السيده زينب بازالته مثل ما وعد قبل سنين في 2015 عند واسطه الحليب رحيل النظام السابق. انا كعراقي كشيعي كموالي كمحب لاهل البيت شفت من عندي مثلا انتظر واخلي رجل على رجل بعد ما يطلع على الشيعه في سوريا ويهدم يعني العتبات المقدسه وهناك وانتظر والله اجازه وقاطع الامن القومي العراقي. اذا اذا مو امن قومي عراقي تقريبا هو بحد ذاته تهديد للامن القومي لا هنا اختلفنا هنا اختلفنا خرقت القوانين كلها تحكي بسياسه تحكي بسياسه تريد تسولف بشنو تريد دقيقه لحظه هي بالهوسه حبيبي هي بالهوسه لو بالسياسه انا ما قاطعتك صار حبيبي دون وتتكلم حديثك. فبالتالي يا استاذ عدي من نشوف هذه الاعمال الارهابيه اللي تقتل الهويه واللي تتوعد شعب هو تعداده 65% من العراق وتتوعد عتبات مقدسه هي ارث وتاريخ وعقيده لهذا الشعب، هذا ما تعتبره امن قومي؟ زين انت من تسمح الدول الاخرى تدافع عن امنها القومي بالاراضي العراقيه وبالاراضي اليمنيه وبالاراضي السوريه وبالاراضي الاوكرانيه وبالاراضي الافغانيه وايران يوم اللي جت ودافعت وقاتلت بالعراق بحجه الدفاع عن القوم الايراني فبالتالي تعطي هذه الدول الاحقيه والعراق تعتبره تدخل طائفي يا استاذ عدن هذه المجامع الان المتواجده في دير الزور في دير الزور عفوا واللي هي تحمر هذا الفكر المتطرف انا انتظرها تتمكن وتتسلح وتقوى بعد اكثر وتهيئ نفسها وتستعيد وتستقبل الدعم من الدول اللي تعمل على اسقاط النظام السياسي طيب. في العراق وتعتبر ان هذا تدخل بدول الجوار يا استاذ عدي طيب ما يعني الحقيقه احنا لو نتحدث حديث حقيقي أي. احنا اولا هاي تحركات أي بس هذا ينافي الى انه مثل ما قال لك يعني القوانين الدوليه هاي اول شيء وينافي الى انه احنا نقول امننا القومي هسه لا هسه صار امننا المذهبي بالتالي يعني ما له علاقه لا عفوا الان من اتحدث على شريحه واسعه من العراق اتحدث على الاطار التنسيقي اللي ترى العراق مو بس اطار تنسيقي مو بس فيها شيعه مو بس فيها سنه مو بس فيها كرد مو بس فيها تركمان بها مسيحيين وبها هواي مكونات اداره الدوله اللي بيها القوى السنيه والشيعيه والكرديه هي داعمه وسانده لخطوات الحكومه العراقيه اللي تنقل الان على مسارين حلو. المسار السياسي والمسار الاخر انتظار التطورات الميدانيه اللي ممكن تحدث يعني فارق وان ياخذ العراق قرار بالتدخل داخل الاراضي السوريه واقع